يقول السلام عليكم. سادتي رن الجرس كم رن ما حد عبره، فاز قلبي له هذا صوتها واستشاره، صوتها الجبار يغريني ولا قوة استنكره. قل لها يا هاتفي هذا الزمن قد غير، صار ينف من نزار ويقتبس من عنتر، صار يسمع خالد الفيصل كبير وكبار. قل لها انه صار قاسي مثل عود العرارة، قل لها انه صار راسي قلقلاع المبحرة، صار ناسي ويتناسى لو يرى ما ذكر. كان له عود قديم ثم تاب وكسر، كان له شعر طويل ثم شاب وقصر، كان شيطانه قريب ثم ناب وسفر. كان هذا والحديث بمدح ومفخرة، ما شعرت اني رفعت الهاتف الا باخرة، صرت أذكر مبخرة، ما شعرت اني رفعت الهاتف الا باخرة، علها ما سمعت اللي قلت ورجو المعذرة. صرت تمتم والجمل لو طاح كل ينحر، لو تراني قلت هذا في ثياب ممطرة. معرك بالفجعة نكلم. لو تراني قلت هذا في نزيع الغرغرة، اطلبوا رحمة المولى ونرجو المغفرة، علها ما سمعت اللي قلت ورجو المعذرة. قالت إلا اسمع كلامك بل سمعت الثرثرة، أنت في طبعك غرور من تملك دمر، كيف تنكرني وفي ملعبك لو تدري الكرة. من كلامك صرت رأسي مثل عود العرار، من كلامك صرت راسي كالقلاع المبحرة. قلت أنا عود انتهش بين عيدان الذرة، قلت أنا يخت انتحطم والزمن ما جبر. عدت لدراجي حزين. ما مكملة نسيتها، ترى ما حافظها والله.